إجابة السؤال الأول لمادة السينما التسجيلية والوثائقية، اسم الطالب شريف خالد. أولا الدراما يدخل فيها جزء غير حقيقي لعمل حبكة درامية والعقدة. الدراما تكون من وحي وخيال المؤلف على عكس الفيلم التسجيلي، فلا بد من وجود رواية للمخرج مهما كانت القصة حقيقية، ويكون العمل الدرامي قائم على الترفيه. والسيناريو ينقسم إلى جزئين، سيناريو مؤلف وسيناريو مخرج، وأيضا يحتاج لمكان مجهز مثل اللوكيشن، وأحيانا يتطلب الأمر إلى تصوير خارجي، وهذا يتطلب لإنتاج ومونتاج وحوار، ويتطلب ممثلين محترفين على عكس الفيلم التسجيلي. الفيلم التسجيلي الذي يسرد الحقيقة بصورة مباشرة سواء كانت أحداث أو صور. وفي الفيلم التسجيلي يمر السيناريو بثلاثة مراحل على عكس الدراما. أول مرحلة البحث عن المادة العلمية للفيلم، المرحلة الثانية السيناريو التحضيري، والمرحلة الثالثة والأخيرة السيناريو النهائي. وهذا بعد تجميع الماتيريال، ولا يشترط الاستعانة بممثلين محترفين أو ممثلين غير معروفين. يعقد على عدد محدد من الأفراد، أي لا يكون فيه ممثلين بكثرة مثلما الحال في الدراما. وفي حالة الاستحالة التصوير لمشاهد خارقة، يمكن الاستعانة ببرامج نستعين بالكمبيوتر فيها، برامج الجرافيك لتعويض الخرافة التي يريد المخرج أن يريها للمشاهد.